تزامنا مع اعلان خلية الازمة في محافظة كربلاء اغلاق مداخل المدينة من الاول الى الثالث عشر من شهر محرم تطبيقا لاجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، شهد اليوم الاول من محرم دخول قرابة 5000 زائر عبر مداخل المدينة التي يفترض انها مغلقة. زوار المراقد المقدسة توافدوا من محافظات واسطة والبصرة وميسانة والناصرية والمثنى، وجميع مداخل المحافظة كانت مفتوحة لهم من دون أي إجراءات وقائية تحد من تفشي الفيروس الذي أخذ بالتوسع في كربلاء. تغلق محافظة كربلاء المقدسة حتى في بداية من شهر محرم إلى 13 محرم، من الآن نقول لكم أن المدينة مغلقة بشكل كامل. وافدون من محافظة البصرة قالوا إنهم جاءوا عبر السيطرات الأمنية وبانسيابية عالية وبتعاون كبير من قبل القوات الأمنية المنتشرة على مداخل المدينة. أنا زائر من البصرة، الحمد لله والشكر، جيت أدي زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأخي أبو الفضل العباس، فالطريق اللي جيت به الحمد لله والشكر ما به أي تعرقلات. بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات خلية الأزمة التي تقضي بإغلاق المدينة ومنع دخول الوافدين، فإن نقاط التفتيش عند مداخل كربلاء تفتقر إلى وجود أجهزة لفحص الداخلين أو الخارجين من المدينة، وكذلك فإن الوافدين غير مطالبين بإظهار أي نتائج تثبت أنهم غير مصابين بالفيروس. المحافظ كل ما يطلع مؤتمر صحفي كربلاء مقطوعة كربلاء مقطوعة، تطلع تروح بين الحرمين تشوف بصرة ناصرية سماع عمارة، مين جو ذولا؟ الخوف من تفشي الفيروس واتساع خريطة العدوى يمثل الآن هاجسا لدى أهالي كربلاء، فهم يرفضون في الوقت الحالي دخول أعداد كبيرة حتى وإن كان بذريعة زيارة المراقد المقدسة. تسجل كربلاء ما متوسطه 100 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، وما بين قرارات خلية الأزمة القاضية بإغلاق المدينة أمام الوافدين ودخول الوافدين من تلك المداخل التي افترضوا أنها مغلقة، يظل هاجس الأهالي هنا من دخول المحافظة في موجة ثانية يكون فيها فيروس كورونا أكثر شراسة. من كربلاء وليد الصالحي، يو تي في.